بعد النجاح والشعبية الكبيرة التي حظيت بها سباقات سيارات الجائزة الكبرى الأوروبية في العقدين الثاني والثالث من الثلاثينيات، بدأ التفكير في إقامة بطولة عالمية، لكن المشروع توقف بسبب الحرب العالمية الثانية. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتحديدا عام 1947، قرر الاتحاد الدولي للسيارات إقامة بطولة عالمية وبدأ التخطيط والاستعداد لها، إلى أن انطلقت أولى سباقات الفورمولا 1 في 10 إبريل عام 1950 بمدينة باو. في عام 1986 قامت لوتوس بطلاء سياراتها برسوم للإعلان عن أحد أصناف السجائر ليدخل لأول مرة نظام الراعي الرسمي في الفورمولا 1. وفي العام ذاته دخل نظام الأجنحة في السيارات لزيادة سرعتها وتقليل مقاومة الهواء. في العام التالي عام 1969 تم إلغاء نظام الأجنحة لكثرة الحوادث التي تتسبب بها فقدان السيارة للجناح وسط السباقات. في عام 1977 تم إدخال نظام التيربو إلى بعض السيارات، وفي العام التالي 1978 قامت لوتوس بتصميم نظام التأثير الأرضي الذي جعل السيارات تلتصق لأقصى درجة بالأرض. وفي العام التالي 1979 تم تأسيس الاتحاد الدولي للسيارات ألفية. بين عامي 1998 إلى عام 2000 تنافس الألماني مايكل شوماخر والفنلندي ميكا هاكينن على ألقاب السائقين. وفي عام 2000 إلى عام 2004 سيطرت فيراري وسائقها الألماني مايكل شوماخر على كل ألقاب الفورمولا 1، محطمين كل الأرقام القياسية.